تأليف الأستاذ الدكتور محمد ربيع الجوهري أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين وعميدها السابق جامعة الأزهر، بارك الله في عمره ونفع الله به في الدارين آمين. كنا قرأنا في الجمعة الماضية الفصل الثاني إلى أن انتهينا من سورة البقرة في صفحة 34. هنبدأ من سورة آل عمران. سورة آل عمران يقول: ومن سورة آل عمران قال تعالى سبحانه: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن المراد بوجه النهار أول النهار، وده في كتاب مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 98. وينسب الطبري هذا التفسير لقتادة والسدي ومجاهد وغيرهم. تفسير الطبري الجزء الثالث صفحة 313. هو عايز يقول لك إيه؟ إن في تأويل هو من القرون الأولى من أيام السلف، نقدا لدعوة ابن تيمية في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري إن التأويل لم يعرفه السلف الصالح. مش قال كده؟ قال بالإجماع. فطلع في الآخر إن هذه الإجماع ده افتراء ولم يحدث إجماع أصلا، بل التأويل منذ العصر الأول. فهو عايز يبين لك هذا الأمر عشان العيال الوهابية والجماعة السلفية بتوع العصر الحديث يقول لك إن التأويل ده باطل، وإن الأزهر مع مدرسة التأويل اللي هي الأشعرية، والأشعرية دول فرقة ضلالية. مش بيقولوا كده العيال؟ هم عيال صحيح، ما يعرفوش. لو قروا الكتب دي بناء على إيه؟ إن هم يصدقوا ابن تيمية. لو ابن تيمية قال لهم على النار دي مية يقول لك دي مية. بيصدقوا ابن تيمية على طول، لا يبحثوا خلف كلامه. دي المصيبة بتاعتهم. والرسول يقول لنا صلى الله عليه وسلم: اتقي زلة العالم. كل عالم ليه زلة. وبعدين احنا اصلا يعني منهجنا ايه في العلم؟ نستمع القول فنتبع احسن. مش هي ده منهجنا في العلم؟ يعني الحق هو مقصودنا وليس الاشخاص هي مقصدنا. يعني انا مش مقصدي ان انا اتبع ابن تيميه او غير ابن تيميه او الامام الشافعي او اي امام، انا مقصدي اتبع الحق. طلع من اي فم هذا الحق انا اتبعه، وفي نفس الوقت اتجنب الاقوال الفاسده وخلاص. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي زلة العالم. منهج العيال الوهابيه مختلف. عندهم ابن تيميه هو نبيهم، اذا قال لا يراجع. دي مشكله كبيره. يعني عظموا الاشخاص الى درجه انهم جعلوهم لا يعارضوا ولا يعني يتصوروا انهم قد يخطئوا في استنتاجهم. يعني هم لا يتصوروا ان الاثنين ده ممكن يخطئ في استنتاجه. ده انا كنت ايام ما كنت زمان بناقشهم، انا دلوقتي بطلت اناقشهم بقالي 30 سنه. لكن زمان كنت اقعد اناقشهم. كنت ساعات اقول لهم قال رسول الله، يقول لي بس قال ابن تيميه. يعني لما اقول له قال رسول الله يقول لي بس قال ابن تيميه. يا ابني لما اقول لك قال رسول الله ولا قال الله تعالى يقول لك بس قال ابن تيميه في هذه الايه. طب هو مفيش الا ابن تيميه اللي فسر القران؟ طب ما تشوف غيره قال ايه؟ طب شوف الامام الطبري قال ايه فيه؟ طب شوف الامام يعني المفسرين كتير، حتى شوف ابن كثير، هم يحبوا قوي ابن كثير. تلاقي ابن كثير بيقول بالمجاز في تفسيره كثيرا، في مواضع كثيره يقول بالمجاز. فهمتوا بقى المساله؟ فهو الشيخ هنا جايب الايات نماذج من الايات على فكره، ومش لم يرد ان يستوعب، لانه لو استوعب هيعمل مجلدات. هو عارف ان العصر بتاعنا ده عصر سندوتشات وجبات سريعه، فعمل لك كده كتاب تيك اواي اقرا بسرعه وتروح. لكن هو بقى لو استوعب ومسك ايه ايه والقران من اول ايه ايه ويستوعب كلام المفسرين كان هيعمل لك 20 مجلد. مين بقى هيقعد يقرا؟ احنا زمان الناس ما بتحبش تقرا. فجزاه الله عنا خير. فبديك بعض النماذج من بعض الايات عشان تصدق ان التاويل ده وإن القول بالمجاز ده قديم من أيام في عصر التابعين وعصر الصحابة وتابع التابعين، خلافا لما قاله ابن تيمية: أجمعت الأمة على أنه لا تأويل في العصر الأول، وأن التأويل نشأ في العصور المتأخرة، وأن أول من أول أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري في 300 سنة الأولانية. يعني شوف كلامه يناقض بعضه.
ابو الحسن الاشعري ده كان مولود امتى؟ ده مولود ومات 300 سنه الاولى، يعني كان ميت اظن سنه 260 هجري مثلا تقريبا، يعني كان في 300 سنه الاولى. فعجيب يقول لك ايه العصر السلف الصالح 300 سنه الاولى ما كانش فيه تاويل، وكله يقول بالحقيقه مفيش تاويل، الا ان ابو الحسن الاشعري اول من اول. طب ابو الحسن الاشعري من 300 سنه شوف ينقد كلامه من اول السنه ليه؟ لانه عارف ان اتباعه مش هيراجعوا عليه، لو راجعوا عليه هيعرفوا الخطا. هذه المساله. فبيقول لك هنا فقد شبه النهار بالانسان، قال لك وجه النهار، النهار ده ليه وجه في الحقيقه؟ النهار ده مخلوق؟ ده النهار ده زمن. وربنا يقول وجه النهار، الله ما دام جاز اهو. فهمت بقى؟ يعني وضح النهار. كما ان الوجه هو اوضح ما يكون في الانسان، فيبقى وجه النهار يعني وضح النهار، يعني في عز الصبح. فقد شبه النهار بالانسان ووجهه اول ما يرى منه ويعرف به، وحذف المشبه به ورمز له شيء من لوازمه على جهه الاستعاره المكنيه. يبقى ده مش مجاز ده او مجاز. وقال تعالى: ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه. ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاسترى ابو عبيده الحبل بالعهد. يبقى حبل من الناس وحبل من الله. فاسترى الحبل ايه؟ الحبل معناه الحقيقي ايه؟ حاجه من ليف كده مجدوله بيربطوا بيها الدواب، يربطوا بيها السفن، يربطوا بيها الامتعه، اي حبل. ده معناه الحقيقي. لكن هنا بيقول لك حبل من الله وحبل من الناس، الحبل هنا معناه الحقيقي، لو حملته بالمعنى الحقيقي الناس تضحك عليك. هيقولوا ده ما يعرفش عربي ده ولا ايه؟ فهم عايزين يضحكوا علينا الناس ولا ايه؟ العيال الوهمية دي ويقولوا علينا ما نعرفش لغة عربية، فدي مصيبة. فاسترى أبو عبيدة الحبل بالعهد، مجاز القرآن، كتاب مجاز القرآن ده الجزء الأول 101. وكذلك فعل الطبري وأيد كلامه بروايات عن مجاهد وقتادة وعكرمة. عكرمة ده تلميذ ابن سيدنا ابن عباس الصحابي، ومجاهد ابن جبر ده تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس الصحابي حبر الأمة اللي النبي دعا له قال علمه التأويل. التأويل عندهم حرام، والنبي يدعي لابن عباس اللهم علمه التأويل، يعني ربنا بيدعي لابن عباس يعلمه حاجة حرام، ده اسمه كلام. هم عندهم التأويل حرام، والنبي يقول لابن عباس اللهم علمه التأويل. الله، فنصدق مين بس يا جماعة؟ نصدق مين؟ فين يعني؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتدبرون؟ أنا مش عارف دول فقدوا عقلهم. الريالات والفلوس يا عم بتفقدهم عقلهم، قاعدين بيدوهم في فلوس شبعوهم، يعملوا قنوات فضائيه ويجوزوهم اربع نسوان ويبني مش عارف ايه ويعيشوا حياه عجيبه الشكل، ويروحوا هناك يعمل عمره يقابلوه مقابله كبار الزوار. طبعا الحاجات دي كلها تنسيه عقله وتنسيه اللي خلفوه. فهمت؟ الدنيا فتنه، فربنا ينجينا. وعاملين مشايخ ولابسين غطرات ويقفوا على المنابر ويدبدبوا عليها ويتكلموا هم جهله. كل ده ليه؟ عشان الريالات، عشان الدولارات. حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه كده؟ ليه تبيع دينك من اجل عرض من الدنيا؟ فوق. فالحبل هنا فسره ابو عبيده الحبل بالعهد. وكذلك فعل الطبري وايده وايد كلامه بروايات عن مجاهد وقتاده وعكرمه، حيث قالوا بعهد من الله وعهد من الناس. التفسير الجزء الرابع تفسير الطبري صفحه 48. ففي الايه استعاره تصريحيه. وقال تعالى: لأنه صرح بالمشبه به، فيسموه استعارة تصريح، لأنه صرح بالمشبه به. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. طب وحتى النبي بيقول لنا ما تقراش القرآن وأنت بتسجد، مش كده برضه؟ منهي عن قراءة القرآن أثناء السجود، وأنا بقول لك يتلون آيات الله وهم يسجدون. الله، يبقى يسجدون يعني يصلون. وذكر الصلاة بجزء منها، والعلاقة بين السجود والصلاة الجزئية، ودي علاقة مجازية، لأن معلوم إن ساعة السجود أنت ما بتقراش قرآن، أنت بتقرا قرآن وقت القيام، مش كده برضه؟
يتلون آيات الله وهم يسجدون. ده انت لو عملت كده تبقى ارتكبت مكروه في الصلاة. ما ينفعش في أثناء السجود تقعد تقرأ القرآن، لأنه ما يليقش، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله كربنا قيوم، فلا تقرأه إلا من قيام، لأن الله قيوم. أما السجود حال العبد، فيبقى السجود حال دعاء وحال تسبيح وحال افتقار إلى الله، فتترك كلام القيوم حال افتقار. يبقى إيه وأنت واقف حالك يليق بأنك أنت تتلبس بكلام القيوم فتقوله، وحال السجود تتلبس بحال العبد فتدعو وتتضرع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن الركوع والسجود حال عبودية. يبقى برضه مجاز. هنرجع برضه للمجاز. إذا خليته سجود القلب يبقى معناه معنوي مش حقيقي. فهمتني؟ لأن القلب مش جسم ولا ليه راس بتسجد. مش كده برضه معنى معنوي، يبقى برضه فررنا من المجاز إلى المجاز، يبقى مجاز برضه. هما يقول لك مفيش مجاز، دي المصيبة بتاعتهم. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يقول الإمام الفراء: والسجود في هذا الموضع اسم للصلاة لا للسجود، لأن التلاوة لا تكون في السجود ولا في الركوع. ده كلام الفراء أهو، ناس فقهاء فاهمين. كتاب معاني القرآن الجزء الأول، ففيها مجاز مرسل علاقته الجزئية، لأن السجود جزء من الصلاة. زي أنت ساعات تقول إيه، أنا هركع ركعتين، يعني حصل لي، مش معناه انك انت هتركع كده تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي، وتروح. مش معناه كده. انت بتطلق الركعه على الصلاه كلها، اللي هي قيام وركوع وقيام وسجود وجلوس وقراءه التشهد، بعلاقه الجزئيه. مش كده برضه؟ ففيها مجاز مرسل علاقته الجزئيه في السجود جزء من الصلاه. ومن سوره النساء، هو بيدي لك امثله يعني كده، كل سوره يجيب لك ثلاث اربع ايات، تفتح نفسك شويه يعني عشان تعرف تدخل بعد كده على كلام الوهابية، تعرف ان هو هراء. ومن سورة النساء قال تعالى: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. طب انا جبت مال اليتيم ورحت جبت بيه كباب، ده كباب نار ده ولا نار؟ ده كباب يتيم. انت جبت بيه جلاتي، ده بيطري على القلب. جبت بيه رز بلبن، رز بلبن يبقى نار. يبقى ربنا بيكلمنا على الحقيقة ولا بيكلمنا بالمجاز؟ بيكلمنا بالمجاز، إن ده يؤدي إلى النار، يبقى كأنك بتاكل النار. فهمت بقى؟ لكن أنت في الحقيقة جايب طعم وجايب فاكهة وجايب ويمكن ما تاكلش، بس تلبس مال اليتيم يعني تشتري بيه لبس، تركب مال اليتيم يعني تشتري بيه عربية. طب وليه ربنا قال يأكلون أموال اليتامى؟ يبقى يعني يجوز لبس مال اليتيم، يجوز ركوب دواب اليتيم، لأن ما قالش إيه اركب ولا تلبس، قال لي يأكلون أموال اليتيم. قال لك لا، ده الأكل هنا معناه كافة أنواع الاستعمال، وعبر بالأكل لتجدد الحاجة إليه أكثر من أي حاجة تانية. لأن أنت بتاكل أكثر ما بتلبس، مش كده برضه؟ أنت بتجيب بدلة تكفيك طول السنة، لكن في اليوم بتاكل مرتين وثلاثة. يبقى احتياجك للأكل أشد تكررا من احتياجك لللبس. وعشان كده قال: إذا كانت الحاجة اللي هي أشد تكررا والحاجة إليها شديدة ملحة منهي عنها، يبقى اللي أقل إلحاحا من باب أولى. فهم؟ يبقى يسموه مفهوم أولوي. مفهوم أولوي. مفيش مفهومية ولا إيه؟ في مفهومية. يعني المفهوم إنك أنت تفهم من خلال اللفظ ما وراء اللفظ. ربنا يقول: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يقول لك لا، انا هضربهم من غير ما اتكلم، مش هقول اوف. ربنا ما قالش ما تضربهمش، قال لا تاكل لهم اوف. لا، انا اضربهم ومش هقول اوف. ايه رايك؟ الفهم العقيم ده، ده فهم عقيم، حاجه تضحك. اهو مذهبهم يؤدي الى هذا الضحك، كانه اطفال بتتكلم. ده اوف ده اقل نوع ايذاء، والضرب اشد. يبقى الضرب من باب اولى منهي عنه. إذا كان أقل أنواع الإيذاء هو الأوف، يبقى من باب أولى ما تجادلهمش، من باب أولى ما ترفعش صوتك عليهم، من باب أولى ما تشتمهمش، من باب أولى ما تضربهمش. كل ده دخل في أوف.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه. تفسير ابن كثير الجزء الأول، أي أن الصحابة فهموا من عن الآية عموم الانتفاع بمال اليتيم وليس بخصوص الأكل، بل يشمل الشرب واللباس والسكن. ومثل ذلك ففي الآية مجاز، لأنه عبر عن الأكل وأراد كل ما يؤدي إلى ضياع مال اليتيم. حتى لو مسكت مال اليتيم حرقته، لا لبست ولا كلت ولا سكت فيه ولا حاجة، أنا حرقته يبقى حرام برضه، حتى لو لم تنتفع به. يبقى إيه؟ يبقى معناه الآية بتدل على الحث على المحافظة على مال اليتيم من كافة وجوه الضياع. واضح؟ وهذا ما يذكره الإمام ابن القيم في قول فهمت الأمة من قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما جميع وجوه الانتفاع من اللبس والركوب والمسكن وغيرها. كتاب إعلام الموقعين ابن القيم اللي هو نفسه قال مفيش مجاز في القرآن، يناقض نفسه، لأن هكذا هم يناقضون أنفسهم. هو نفسه ابن القيم وافق شيخه إن مفيش مجاز في القرآن، ويجي في آيات كثيرة يأولها بالمعنى المجاز. حاجة غريبة. ثم يأتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول وفهمت أي الأمة من قوله تعالى فلا تقل لهما أف إرادة النهي عن جميع أنواع الأدب القول والفعل، وإن لم ترد نصوص أخرى بالنهي عن عموم الأدب. فلو بسق رجل في وجه والديه وضربهما بالنعل وقال إني لم أقل لهما أف لعبده الناس في غاية السخافة والحماقة والجهل، من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهي عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغ نهي غيره. ومنع هذا مكابرة للعقل والفهم والفطرة، فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة وجب اتباع مراده، والألفاظ لم تقصر لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة أو دلالة عقلية أو قرينة حالية أو عادة له مضطردة لا يخل بها أو من مقتضى كماله وكمال أسمائه وصفاته. كل ده كلام ابن القيم، كلام وجيه جدا ويخالف ما يعتقده في صفات الله. بعد كده يجي بقى في صفات الله يقول لك نحملها على الحقيقة. شفت المصيبة؟ يبقى بيناقضوا نفسهم، وعشان كده هم بيشوشوا عقول أتباعهم. كلام متناقض ومش ماشيين على مدرسة واحدة ولا قاعدة واحدة. ودي المشكلة، عشان كده تجد كل أتباعهم مشوشين العقل والفكر ولم يخرجوا من بينهم ولي إلى يومنا هذا. خرج منهم علماء لكن مش هيقول إيه؟ ما شفناش ولي واحد من الوهابية، هات وهابي ولي. لا يوجد. منذ أن ظهر هذا النظر الوهابي إلى يومنا هذا بقالهم 250 سنة. على وجه الأرض يتناسلوا ويتكاثروا ويموتوا ويجي غيرهم ويموتوا ويجي غيرهم، ما شفناش ولا ولي. واحنا بقيت اهل السنه تلاقي الاولياء كتير قوي. يا سلام، انا بواب عمارتي في المنهل كان والي عبد رمضان، ولم يدخل المدرسه ولا الازهر ولا كان والي، وكان راجل عنده مقله لب قدامي كان والي ومات الله يرحمه. هو نفسه ما كانش يعرف انه والي، ولكن انا كنت عارف. عم برهان بتاع العطاره في المنهل، دول جيراني، انا كنت ساكن في المنهل، كنت عارف مين الاولياء اللي في شارع المنهل، ومات الله يرحمه. وناس بسطاء، اللي عطار واللي بيبيع لب واللي بواب عماره، ودول لابسين افخم الثياب وعايشين في قصور وما شافوش ريحه الولايه بسبب ايه؟ ما علق في عقولهم واذهانهم من الزباله، كلها حاجات زباله في مخهم. فما ينفعش الولي يبقى في مخه وعقله شبهات. فاحنا نتحداهم بهذا، يجيبوا لنا ولي منه؟ مفيش. فربنا ينجينا. فحرموا الولاية، ولما حرموا الولاية اعترضوا على الأولياء كمان، لأن هم ما ذاقوش الولاية فما عرفوش الأولياء. لو ذاقوا الولاية كانوا يعرفوا الولاية. ما هو الراجل ما يعرفش إلا الرجال، والولي يعرف الولي. دي الحقيقة كده. العالم هو اللي يعرف العالم. إنما اللي ما ذاقش حقيقة الولاية يقول لك ما فيش أولياء ولا في بتاع، دي كلها أساطير. وبعضهم أنكر كرامات الأولياء نفسهم وعابوا فيه. فدي ربنا ينجينا منه. فكلامه حلو قوي، وتيجي تخش بعد كده الكلام في المتعلق بصفات الله عز وجل تلاقي يقول كلام يودي الداهية. فهم متناقضين، خد بالك. هذا كلام قيم لابن القيم رحمه الله، يستحق الوقوف الطويل عنده تأمل وصفه
لمن يمنع المجاز بانه مكابر للعقل والفهم والفطره والعقيده، ان هو نفسه يمنع المجاز. هو نفسه اللي خلاه ما خدش باله من المساله دي ايه؟ حبه لشيخه. الحب يعمي ويصم. كان يحب ابن تيميه حب شديد ومتعلق بيه تعلق شديد. فحبك للشيء يعمي ويصم. دي المصيبه. وتامل وصفه لمن يمنع المجاز بانه مكابر للعقل والفهم والفطر، وكيف نص على بعض ما يوجب التاويل من دلاله عقليه او قرينه حاليه او مقتضى كمال الله وكمال اسمائه وصفاته. ومن سوره الاعراف قال تعالى: واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ونبع المجال هنا للإمام الشافعي رضي الله عنه الذي وضع هذه الآية تحت عنوان باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. ده الإمام الشافعي قال كده. وكنا قد سجلنا منذ أكثر من 20 عاما في الجزء الأول من كتابنا عقيدتنا، هو ليه كتاب اسمه عقيدتنا للشيخ محمد ربيع، عندي كتاب لطيف كتاب صغير، أهمية ما كتبه الإمام الشافعي في هذا الموضع. وقال: وقلنا إنه تناول فيه كيف يحدد السياق أو من يسميه علماء البلاغة القرينة المراد من اللفظ. الإمام الشافعي كان يسميها السياق، وعلماء البلاغة بعديه استحدثوا كلمة القرينة مكان السياق بس، لكن هي المعنى واحد، الفهم واحد. القرينة أو ما يسميه علماء البلاغة القرينة المراد من اللفظ، وهو ما اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي بعد كده. إذ المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، وكلامه في غاية النفاسة، وهذا ما سجلناه يومنا. والآن نقرأ ما كتبه رضي الله عنه بتمعن. بيقول إيه؟ سيدنا الإمام الشافعي: وابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره. القرية دي عبارة عن إيه؟ مكان وفي بيوت. فلا يوصف المكان والبيوت إنه عادي ولا فاسق. يبقى لما قرينا السياق عرفنا إنه بيتكلم على أهل القرية. فهمت؟ لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وإنه إنما أراده العدوان أهل القرية الذين بلاده الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قسم القرية، فلما ذكر أنها ظالمة بان للسامع أن الظالم إنما هو هم أهلها دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدهم ذكر إحساسهم البأس عند القصم، أحاط العلم أنه إنما أحس البأس من يعرف البأس من الآدميين. ثم قال الشافعي: الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير. يعني يروح يسأل العير، يسأل الجمال اللي شال البضاعة يعني، ولا يسأل الجمال صاحب الجمل؟ واسأل العير يعني اسأل صاحب العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. دي كلام من الرسالة للإمام الشافعي صفحة 62 ل 64. وقد فطن الشيخ المطعني أثابه الله، ده معاصر الشيخ المطعني، أثابه الله إلى الحكمة في فصل الإمام الشافعي الآية الثالثة عن الآيتين الأوليين، فإن الأوليين اشتملتا على قرائن لفظية تدل على أن المراد من القرية أهلها فسياقها والذي يدل، وأما الثالثة فقرينتها حالية معنوية، لأن القرية والعير لا يسألان ولا يجيبان، فلفظهما يدل على باطنهما دون ظاهرهما. ودي دليل إن الإمام الشافعي فصل الآية دي عن الآية دي، لأن قال إن في آيات تدل بظاهرها على خلاف المراد، وآيات ثانية تدل بباطنها على خلاف المراد. ودي دقه في ايه؟ في الامام الشافعي. لكن احنا بالنسبه لنا نقول ايه؟ واسال القريه هنا واسال القريه هنا، معنى واحد. لان ما عندناش دقه ايه؟ المعاني اللطيفه اللي عند العلماء.
هذه جهود الإمام الشافعي الذي زعم ابن تيمية أنه لا يعرف المجاز. قال كده على الإمام الشافعي. والإمام الشافعي عالم اللغة لا يعرف المجاز، يقول كده. فأنتم المجاز أنتم اللي اختلقتوه يا أهل البدع، هو بيقول كده. قال الإمام الشافعي ما يعرفش المجاز. اللي كان حافظ ألف بيت من أشعار الغزاليين، حاجة والله العظيم غريبة. وها هو الإمام أبو زكريا الفضائي المعاصر للإمام الشافعي يذكر قوله تعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، يقول يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة. وده معاني القرآن للفراء الجزء الثالث صفحة 59. ففي الآية مجاز عقلي. ومن سورة الأنعام قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يقول الإمام الفراء: أي كان ضالا. يبقى ميتا يعني ضالا، مش معناه الحقيقي أنه ميت في الأرض، يبقى موت القلب مش موت الإيه؟ موت الإيمان وليس الموت الحقيقي. كان ضالا فهديناه. وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني إيمانه، تشبه الإيمان بالنور، لأن النور يهتدي الإنسان فيه إلى طريقه والإيمان يهتدي الإنسان فيه إلى ربه. ففي نوع من التشبيه، وهو جامع الهداية في كل معاني القرآن. ففي الآية الثلاث استعارات: في ميتا وأحييناه ونورا، في آية واحدة. شوف فيها كم مجاز. ومن سورة التوبة قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى: يقبضون أيديهم ويمسكون أيديهم عن الخير والصدق. يقال قبض فلان عنا يده وأيمن على مجاز القرآن الجزء الأول صفحة 263. فهذا مجاز مرسل علاقته السببية، لأن الإيد هي سبب العطاء، مش كده برضو؟ وسبب الصدق. فهل يقبضون أيديهم مجاز عن منع الصدق؟ العلاقة السببية، لأن اليد هي سبب الظهر والصدق. ومن سورة يونس قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. قال أبو عبيدة: العرب وضعوا أشياء من كلامين في موضع الفاعل، والمعنى أنه مفعول لأنه ظرف يفعل فيه غيره، لأن النهار لا يبصر ولكن يبصر فيه، يبصر فيه الذي ينظر. وفي القرآن: في عشية في عيشة راضية وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها. مجاز القرآن فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له. ومن سورة الإسراء قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. قال الطبري: هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتنع من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال، فجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء، كتفسير الطبري. وقال معمر ابن المثنى: مجازه في موضع قولهم: ألا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه. في موضع قولهم كأن إيه بالضبط؟ ألا تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق، وهو مثل وتشبيه، إعجاز القرآن. وقال تعالى: ومن كان بيده أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل. قال الطبري: ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه التفاوت، وإنما عني به عمى قلوب الكفار عن حجج الله التي قد عاينتها أبصارهم. التفسير الجزء 15 صفحة 129. فصرفه الطبري لعمى القلب، لأن عمى البصر لا يقال فيه هذا أعمى من ذاك. وقال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الفراء: يعني صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن سورة الشعراء قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال الإمام الطبري: فظلت سادتهم وكبراؤهم للآية خاضعين. وقال الإمام الفراء: وفي ذلك وجوه كلها صواب، أولها أن مجاهدا جعل الأعناق الرجال الكبراء، فكل من مجاهد والفراء والطبري أول الآية على المجاز المرسل الذي علاقته جزئية. ونقف على من سورة سبأ الجمعة القادمة إن شاء الله.